السلام عليكم. أنا رنيم زكي فارسي، مستشارة فنون تشكيلية من السعودية، وطلبوا مني مجلة كانفاس إنه أختار قطعة من معرض أرت دبي على أساس أسرقها معي، جزء من The Thomas Crown List فيديوز اللي بيسووها كانفاس. فصراحة كان مرة يعني طلب جدا صعب، بس في آخر يوم اضطريت أخذها لأكثر قطعة لفتت انتباهي في المعرض، وكانت قطعة مايا لين من The Pace Gallery، وهذه كانت آخر قطعة عملتها الفنانة مايا لين كجزء من هذه المجموعة، وهي على شكل البحر الأحمر. واللي عجبني في الموضوع إنه كيف دمجت هي وشغلها كون إنها مهندسة معمارية مع الفن، وكونها هي فنانة من أمريكا وفي نفس الوقت عندها الباكراوند الصيني، فعندها دائما الدمج ما بين الشرق والغرب، الهندسة والفن، فأخذتها كنمط في شغلها الاندماج. وزي ما احنا نشوف من القطعة إنها مشرحتها، والتشريح جدا مهم لأنه يخلي المتلقي يشوف الجمال اللي موجود جوا القطعة، ليس فقط زي ما نحن في يومنا الحالي بنشوف كل شيء كمسطحات اللي هي landscapes، ولكن هي بتتكلم الفرق ما بين المسطح والجمال الطبيعي اللي موجود في الطبيعة اللي حوالينا. وطالما نحن عايشين في عالمنا السريع اليوم ما بنلفت انتباهنا كثير للطبيعة اللي موجودة والجماليات اللي موجودة حوالينا، ولكن لو ندي نفسنا فرص إنه نتمعن أكثر في أي كان الموضوع ولا الأشياء اللي قاعدين نتدبرها ونتفرج عليها، التشريح اللي فيها بيدي فرصة لتبان الجماليات اللي ممكن تكون مستخبية فيها. واللي عجبني هذا في هذه القطعة إنها البحر الأحمر، وكثير ناس ما يتغضوا النظر في الجماليات اللي موجودة، وكون إني أنا سعودية والبحر الأحمر موجود مرة قريب مننا وللأسف مرة بعيد من معرفتنا للجماليات اللي لا نهاية ليها اللي موجودة في أعماقه. فشخص بالإبداع هذا والقابلية إنك تقدر تدمجي بين شيئين جدا مختلفين وتلاقي البالانس أو الارتباط والتوازن بينهم، وإنها تقدر تطلع شيء زي كذا، وخاصة إنها جت ولمست طرف جدا حساس بالنسبة لنا اللي هو البحر الأحمر، اللي بالنسبة لنا كلنا شيء يعني جمالياته صراحة تفوق بعد نظرنا عنه. مشكلة الحين هي الله يهديها، لو كانت يعني لو كنت أعرفها شخصيا كما دانا نتفق من بدري كيف ممكن أسرقها، كون إني بنت مهندس استشاري المفروض أعرف كيف ننقل هذه المجسمات اللي تنعمل. فبعد استشارة من الوالد ممكن أرجع أتواصل معاكم يا كانفاس وندبرها مع بعض.